مشاهدينا أوفياءنا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم ألو صحتي اللي دائما يطلع لكم على قناة سامرة تيفي. رانا فرحانين بزاف كي عودنا تلاقينا معكم اليوم، وفي عددنا مشاهدينا راح نتكلموا على المضافات الغذائية ليزاديتيف زاليمونتير، وباش نحكوا معاهم راهي معنا السيدة خديجة حكم مختصة في التغذية والغيجيم الحمية. سيدة خديجة مرحبا بك. شكركم على هذه الاستضافة. وشكركم تاني على هذا السوجي كي تري تري انتريسون اي تري سنسيبل اي تري امبورطون في يامتنا للمشاهدين تاعنا. وحنا اكيد راح نستفادوا معاك اليوم سيده خديجه، شكرا لقبولك دعوتنا وقعدي معنا. ومعنا اليوم نعرفك على شيف ساميه، اي جو سي سور اللي تعرفيها باسكو غنيه عن التعريف. شيف ساميه مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بك سيدة خديجة. السيدة خديجة مرحبا بك، توحشتكم بزاف. جوستوم حنا راح نقولوا للمشاهدين الكرام باللي لازم نهنئوا اليوم شيف ديالنا اللي هي شيف سامية، لانها نجحت بميداليتين فضيتين دونك المركز الثاني في مسابقة كبيرة اني با دي مواندر اللي هي مسابقة الطبخ العالمي، راحت لتركيا وجابت لنا ميداليتين، هاملك نوريهم لكم. اذا شيف سامية احكي لنا على ليكسبيريونس ديالك في تركيا، المسابقة هذه كيفاش نجحتي فيها؟ دونك المسابقة هذه كانت مسابقة دولية للمحترفين، وشاركت فيها بأطباق تقليدية جزائرية اللي هما كان مقروط اللوز كطبق لتحلية، أما الطبق الثاني فكان رشتة، ولكن يعني كامل غوفيزيتي سيتادير بنظرة واحدة أخرى، ويبقى دائما الطابع الصحي فيهم يعني كان حاضر، وكنت الممثلة الوحيدة للجزائر في هذه المسابقة، والحمد لله نجحت وتحصلت على ميداليتين فضيتين، يعني شرفوا أطباق تقليدية، وحتى اللي كانوا الحاضرين تما عرفوا اطباق تقليديه جزائريه. وحنا شرفتينا بزاف شيف ساميه، وقولي وعلاش اخترتي يعني خصيصا هاد لي دو يعني المقروط والرشته؟ خيرت خصيصا هاد الطبقين يعني حبيت نمثل كامل المناطق تاع الجزائر، وبما انه الطبخ التقليدي العاصمي ولا منطقه بوليده كامل متاثر بالمرحله العثمانيه اللي عشتها ثاني الجزائر، دونك خيرت هاد الطبقين باش يكونوا قراب شويه للمطبخ التركي ونعرف بهم يعني نعطي لهم اللمسه ديالي. وشكون كنتوا المراكز يعني الاولى الثانيه والثالثه، مع من كنتي وش من جنسيات كنتي معاهم وكيفاش يعني صارت دونك الجنسيات كانوا من كل يعني دول العالم، ولكن خاصه يعني تاع الدول تاع اوروبا يعني الشرقيه ودول اسيا. المرتبة الأولى كانت لدولة تركيا اللي نظمت يعني المهرجان، المرتبة الثانية كانت للجزائر، كاين مراتب واحدة أخرى سا ديبون لي كومبيتيسيون، كاين تاع اللي داوهم تاع لاكوغي، كاين اللي داو تونس، كاين يعني تاع اليابان، كل يعني بليزيور كاتيغوري، دونك سا ديبون كل كاتيغوري شكون دا المراتب الأولى الثانية الثالثة. احنا نقولوا لك توت نو فيليسيتاسيون شيف سامية، وإن شاء الله بوكو دو سوكسي في المستقبل ديالك، زيدي تشاركي في مسابقات أخرى كبيرة كما هذه، وزيدي تجيبي لنا ميداليات واحد أخرين ونقدموهم في حصة ألو صحتي. واليوم جوستومون شيف سامية درتي لنا مفاجأة، راكي حتوجدي لنا واش درتي في تركيا في المسابقة، دونك واش راكي حديري؟ جوستومون يعني الطبق اللي شاركت به كوم أن ديسير كان مقروط اللوز، وكامل على بالهم باللي مقروط اللوز التقليدي، وإنما درته يعني على شكل تحلية، دائما يعني بمنتوجات محلية جزائرية، استعملت فيها التمر مع زيت زيتون والبرتقال، يعني باش نعرف بالمنتوجات المحلية الجزائرية. ويتمشى يعني خيرته خصيصا ثاني يتمشى مع الموضوع تاع اليوم تاع ليزاديتيف اليمونتير، على خاطر حيكون ان ديسير ولا ان باتيسري مي بلا مضافات غذائيه، يعني شغل ان باتيسري نستعملوهم بزاف، مي باش نديروا هكذا طبق بلا اديتيف وينجح في مسابقه، هذا باش تاكدوا انه الطبخ الصحي يقدر يكون بنين ويقدر يكون يعني شغل ان بلا كومبيتيتيف. ونتفاداو منه المضافات الغذائيه. ونتفاداو منه وشحال من حاجه يعني ماشي برك المضافات الغذائيه. دونك حنا نخليوك توجدي الطبق ديالك شيف ساميه، ونروح ديريكتومون عند السيده خديجه حكم اللي هي مختصه دونك في التغذيه والغيجيم. واليوم السيده خديجه راح نتكلموا معاك على المضافات الغذائيه. السؤال الاول يعني ما هي المضافات الغذائيه؟ كاين بزاف اللي ما يعرفوهمش السيده خديجه. نعم بالطبع المضافات الغذائيه هي تو سامبلومون مكونات تستعملهم لاندستري اغرو اليمونتير، تزيدهم في المواد الغذائيه اللي يخدموهم في لاندستري pour améliorer le goût, la texture, la saveur, la couleur et surtout pour la conservation. C'est-à-dire, باش يعطيونا منتوج مليح من ناحيه اللون، من ناحيه الشكل، من ناحيه البنه، هكذا باش المستهلك يعجبو هذاك المنتوج ولا لو برودوي ويقدر يستهلكوه بطريقه عاديه ويعجبو لو برودوي، دونك هذا هو لو بوت تاع لاندستري.
Et on sait beaucoup, les meilleurs forums, les additifs ou là les denrées alimentaires ou là le mot d'affaire le rédaillant. On met le forum sur les produits, n'importe quel produit industriel, sous forme de code. Avec le code, c'est un E suivi de trois chiffres. Mmh. Alors le premier chiffre, toujours, il désigne la catégorie dont il fait partie avec l'additif alimentaire, c'est-à-dire l'aïla, l'intamiliha avec le mot d'affaire le rédaillant. Je donne des exemples. Par exemple, عائلت الملونات ولا لي كولوران اليمونتير تبدا من E100 حتى ال E199. عائلت لي كونسيرفاتور من E200 حتى ال E299. عندنا من E300 حتى ال E399 سي لي زانتي اوكسيدان, c'est-à-dire مضادات الاكسدان. بعد عندنا عائلة تانية من E400 حتى E499 سي les agents de texture تاع تاع الملمس تاع la texture تاع تاع l'aliment. عندنا de E500 حتى E520 سي les agents de la saveur تاع la saveur تاع النكهة. Après de E620 حتى E640 c'est les agents de du goût, ta douk. On peut dire qu'on a E700, 710, 713, c'est les antibiotiques, parce qu'en fait, les additifs alimentaires, on les trouve même dans le mode rédaillé, on les trouve même dans les médicaments. On a E800, c'est les arômes, les nakahat, les nalfouhom, bzaf nakahat, surtout dans la pâtisserie et tout. Après, E900, c'est les édulcorants, c'est tout ce qui est sucre, nalfouhom, les sucres, comme on les trouve dans le mode rédaillé. Soit le halwa ou le machi halwa ou le malha. On a les mille, les homa, les amidons modifiés. Par exemple, la mayonnaise industrielle, on a le nacha. Donc, on a les amidons modifiés à la chèque E 100, 1400, 1200, etc. C'est les mille. إذن سيدة خديجة نذكر مشاهدينا أوفياء حصة ألو صحتي أنهم يقدروا يكلمونا في تليفون باش يطرحوا الأسئلة ديالهم على شيف سامية وأيضا على سيدة خديجة. إذن سيدة خديجة حاكم الآن تكلمتي عليهم يعني بكل فصيلة وحدة, كيفاش أسكو نقدروا نصنفوهم, نصنفو هذه المضافات الغذائية, أسكو تقدري يعني تمديهم لنا بالتفصيل باش هكذا باش اللي ما يعرفهمش يولي يتعرف عليهم. جوستومون هذه هي كيفاش صنفتهم لا كوميسيون أوروبيان ولا المنظمة الأوروبية. صنفتهم بهذا الشكل, صنفتهم على شكل عائلات كما قلت, كما قلتهم دوكا اللي سبقت ذكرتهم. هل نقدروا يعني نطرقوا الى التفاصيل ديالهم؟ التفاصيل ديالهم هي سي كو نظمتهم المنظمه الاوروبيه ولا الكوميسيون اوروبيان لي ريبيرتوري, تسمى صنفتهم على حسب الدور تاعهم في الغذاء تو سامبلومون. كما قلت لي كولورون درت لا فامي E100 اكسيتيرا, لي كونسيرفاتور جمعتهم كامل في عائله وحده, لي زاروم جمعتهم في عائله. تقدروا ندوا الادوار ديالهم في التغذيه كل واحد فيهم؟ اي بيان سور. لي كونسيرفاتور باش يحميو بور كو لاليمون سي كونسيرف بلو لونتون. لي زانتي اوكسيدون يعني يحافظوا على هذاك الغذاء, يحافظوا على الغذاء باش يقدر هذاك الغذاء ما تصرالوش, ما تصرالوش دي رياكسيون شيميك, ما يصرالوش يسو ديكومبوز با اكزاكتومون, باش تقعد يقعد لو برودوي هذاك يقعد كيما راهو. عندك ثاني لي زانتي اوكسيدون باش ثاني باش نتفاداو الاكسده, نتفاداو الاكسده كيما حنايا في الدار ديجا لي لانتي اوكسيدون تاعنا الطبيعي اللي هو القارص. باغ اكزومبل كي نقشوا القرنون ولا واش نديروا له, نديروا له القارص باش ما يكحلش. دونك سي سا. بصح كاين دي زانتي اوكسيدون اندستريال مالوغوزمون. واش كاين تاني لي كولورون, لي كولورون اندستريال. شنو هما لي زانتي اوكسيدون هادوما اندستريال اللي بالك يقدر يتفاداهم الانسان؟ مالوغوزمون نلقاوهم بارتو لي زانتي اوكسيدون. عندنا اللي نصيبوه دايما 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 هو لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك براتيكمون نلقاوها في كامل المواد, لي بيسكوي, لي بونبون, لي ياغورت, نلقاوه في كامل المواد. هو الرمز تاعو سي E 331, فوالا اسيد سيتريك. اسيد سيتريك دونك لو E 331 اللي لازم يعني يقدروا يقدروا يتفاداوه, ماذا بهم يتفاداوه. مي مالوغوزمون قلتي نلقاوه في كاع, هو اللي نلقاوه براتيكمون في كامل في كامل المواد. اذا سيده خديجه حنا نروحوا عند شيف ديالنا شيف ساميه نسقسوها على لي زانغريديون اللي حتحضر بهم دونك الطبق ديالها اليوم. تفضلي. دونك يعني المكونات تاع مقروط اللوز هي مكونات يعني تقليديه, فقط نقص في كميه تاع السكر,
يعني مولفين نديروا 3 كيلات بكيلة، انا حندير يعني حوالي 5 كيلات بنص كيلة تاع السكر، على خاطر كاين السكر واحد اخر راح نزيدو في الكريمه. البيض مبشور تاع الليمون وقرصه تاع الخميره وقليل من المارغرين غير مهدرجه، استعملتها باش ندير بها عجينه. هذه بما يخص العجينه. دوكا راح ندير ان كونفي تاع برتقال باش نزين به من الفوق، وكاين دي سوبخام تاع البرتقال ثاني راح نديرهم ان مارينات بما زهر والقرفه، يعني اذواق جزائريه يعني يعاودوا يفكروك دائما في المذاق تاع التقليدي، المقروط التقليدي الجزائري، ريحه المزهر وتشينا يعني هادو هما لي زانغغيديون اكزاكت اللي استعملتيهم في المسابقه. سي لو ميم ديسان اللي حنعاودو. يا دارك فاش يخرج، انا شفتو في لا فوتو، دونك اللي ما يعرفوش المقروط ديالها كيفاش قعد، كيفاش خرج لها في المسابقه، اذا قعدوا معنا الى غايه نهايه الحصه باش نشوفوه في لا تابل دو ديغوستاسيون مع السيده خديجه حاكم. اذا شكرا لك شيف ساميه. وعندنا السيده خديجه المكالمه الاولى. الو الو، السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام. شكون معنا؟ مرحبا بك سيدي. اذا ما هو سؤالك السيده خديجه حكم، وايضا الى حبيت الشيف سميه تفضل. السؤال تاعي هو حنا نعرفوا كاين دي مكملات غذائيه دي كومبليمون اليمونتير كي بوف كونتينير دي كومبوزي سوسيتيب دو بروفوكي دي الارجي كون دوغري ايفيتي دو برون. عندك سؤال اخر سيدي؟ ما عندكش سؤال اخر؟ نو هذا هو السؤال. هل كاين مكملات غذائيه ممكن تزيد نوع من الحساسيه؟ يعطيك الصحه، يعطيك الصحة وشكرا لمكالمتك. تفضل قعد معنا دوك جاوبك سيدة خديجة. تفضلي سيدتي. هي لا كيستيون تاعو نزيد نوضح للمشاهدين، قال لك est-ce que justement qu'il y a des additifs alimentaires ou la مضافات غذائية اللي تسبب des allergies يعني دير حساسية comme c'est un médecin oral qui m'a dit donc sûrement عنده des patients اللي يديوه عندهم بزاف هذوما des allergies يخرجوا لهم في وجههم في رجليهم في عينيهم etc. donc effectivement كاين هي لا ماجوريتي كامل يسبوا تحسسات des allergies mais كاين انا enfin une partie d'additif qui lisbou بزاف les allergies هما les sulfites. les sulfites c'est les E220 حتى E228 يتسبوا في des allergies نلقاوهم هذوما c'est des conservateurs. les conservateurs هذوما pratiquement نلقاوهم في les produits conservés en conserve surtout la charcuterie. la charcuterie surtout كيما الكاشير كيما exactement les viandes هذوما كامل donc il faut les éviter. نلقاوهم ثاني في la moutarde. la moutarde les même les fruits séchés كيما المشمش المشمش المجفف hein séché la figue séchée هذوك لي فواكه مجففه ديزيدراتي الكونجلي هذوك نلقاو فيهم toujours des had les conservateurs ce type de conservateurs qui est qui provoque des allergies au niveau du visage et niveau de la langue surtout et parfois même une difficulté de respiration c'est-à-dire صعوبه في التنفس. واش من يعني نوع من الحساسيه اللي يمد هاد الكونسرفاتور؟ اي قلت لك هي يعني اسكو سي دي حبيت نقول لك اسكو ينوض له الحب اسكو ينتفخ اسكو يولي احمر. هي كل شاك اورغانيزم كل شاك اورغانيزم عنده الطريقه تاعو اللي كيما نقولوا يديفوندي عليها على روحه. كل واحد عنده ان سيستم ايميونيتير تاعو خاص به، عنده ان سوا خاص به، يعني كل واحد كيفاش يغياجي واحد يخرج له الحب، واحد يخرج له دي تاش روج اكسيتيرا. شكرا لك سيده خديجه. اذا نزيد يعني نشجع المشاهدين كامل ما يتبعوا فينا، و اللي عندكم اسئله على هذا الموضوع عيطوا لنا في رقم الهاتف ديال البرنامج. فوزات لي بيانفينو، وحنا نكملوا يعني الحوار ديالنا مع الشيف ساميه وايضا مع السيده خديجه. اذا السيده خديجه حاكم، ما هي المضافات الغذائيه الاكثر شيوعا؟ اين نلقاوها بزاف؟ الوغ الاكثر شيوعا كيما سبقنا كما لي لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك نلقاوها بارتو تسود دي نيمبورت كال برودوي تلقاي اسيد سيتريك E331 بصح حفظناه لقيناه نلقاوه دائما. الوغ كي تلقاوه المشاهدين اسيد سيتريك سي ان انتي اوكسيدون مي اندستريال شغل يمنع الاكسده تاع لو برودوي مي اندستريال مالوغوزمون.
عندنا تاني اللي يولي بزاف الاسبارتام اللي معروف سي تاني ادولكورون اسبارتام معروف باللوغو تاعو تري سكري افيك زيرو فالور نوتريسيونيل ما عنده حتى قيمه غذائيه وين نلقاوه هذا اكثر اسبارتام باردون لي في كاع لي برودوي سكري كاع لي برودوي سكري لي شوكولا لي نيمبورت كال برودوي سكري نيمبورت كال برودوي نلقاوه حاضر بقوه برودوي لايت برودوي لايت اي ا زيرو les produits light zéro mais fait l'aspartame qui est un produit عنده un pouvoir sucrant vraiment très fort. Les voilà le code TAO c'est E951. Voilà. باش تفاو عليه l'aspartame c'est E951 ou même كتب directement aspartame. Voilà. Ou من غير هذا شكون اكثر شيوعا؟ La lécithine. La lécithine c'est un émulsifiant. Alors واش يدير هاد واش يدير هاد la lécithine? Elle permet de mélanger deux phases non miscibles. Je vais dire que le mélange de zouj mawad, ماشي كيف كيف كيما الزيت والماء. سي الزيت والماء ما يتخلطوش. مي لا ليسيتين واش دير في لاندستري علاش يديروها باش يقدروا يخلطوا الزيت مع الماء. دونك سي سا سي ان ايميسيفيون ولو كود تاعو سي E322. فوالا. يعني هذوما اللي نقدروا نلقاوهم اكثر نلقاوهم دائما عندنا ثاني parfois la agar agar 406 je crois maintenant les arômes tanit les arômes ça revient toujours d'où d'ailleurs l'odeur qui entre par exemple je trouve que je ne chmoi des rihah exactement donc c'est généralement oui généralement il dit que même il dit comme ça arôme naturel oui il est pas forcément enfin au sens propre du mot naturel ou علاش هو صح جا من الطبيعه بصح ما جاش من هذاك le produit là on nhadrou عليه les موجود في الطبيعة. Je concrétise. Alors, par exemple, l'arôme de la fraise. نقولوا هدايا نكهة الفراولة الطبيعية. Alors, نكهة الفراولة الطبيعية كي تسمعي هكذا نكهة الفراولة الطبيعية تسمعي باللي جات من الفراولة. نكهة طبيعية جبناها من الفراولة. Alors, non, c'est faux. ما يجيش من الفراولة باسكو ما يقدروش في لاندستري اغوليمونتيغ ما تقدرش دير دي زاغوم من الفراولة. Le produit lui-même. Alors, où je dis, c'est un mawad tabi'iya, j'ai une mawad tabi'a, qui est une culture bactérienne. Une culture bactérienne, tu as une molécule, tu as la molécule de la fraise. La fraise. Donc, du coup, je dis, tu as un arôme naturel, tabi'i, tu as la fraise. Voilà. Je dis, n'importe quel produit, j'ai le. Enfin, n'importe quel élément, j'ai le tabi'a. C'est pour ça qu'on le tabi'iya. وكاين اصطناعيه تانيت اصطناعيه سي تا ميلونج دو برودوي شيميك يخلطوا دي برودوي شيميك بوغ افواغ لا موليكول اللي يحبوها هما كي كوريسبون ا لاليمون اللي حابين يديروا باش تخرج اون اروم اللي يحبوا يخرجوها باغ اكزومبل تاع تشينا ولا تاع لافريز ولا تاع فاكهه واحده اخرى اكزاكتومون ماشي غير في لي كولورون ولا لي اروم في نيمبورت كال اديتيف سي جوست ان اكزومبل اذا السيده خديجه لما نشرو باغ اكزومبل قرعه تاع جو ما نمدوش لا مارك ولا نقولوا نشرو قرعه يقول لك عصير برتقال ويقول لك دي فوا عصير برتقال طبيعي هل صحيح اننا نشرو عصير برتقال طبيعي لا ما نقدروش نشريو عصير برتقال طبيعي باسكو لاندستري ما تقدرش دير عصير برتقال طبيعي لا كونسيرفاسيون كيفاش حنا على بالنا نديرو في الدار عصائر في الدار نديرو دي جو في الدار وعلى بالنا واش هو يصرى لهم كاين اللي شغل تسالهم اغلوميراسيون سيتير يتخترو ديكومبوزاو كاين مالغري طبيعي كي ديري جو تاع العنب في الدار باغ اكزومبل تخليه يومين ثلاث ايام تشوفيه شغل تخمر Donc imagine l'industrie, ma draka ma industrie kbira dir des quantités kbar et dir lek jus naturel. Non, mais redach ikon naturel. Hada bla ma nhadro ala les additifs alimentaires, les améliorants, les colorants, les arômes etc. Bach yedibou hadak le produit. Anna mokalama okhra Saïda Khadija, allô. Allô allô. Masa annour, marhaba bik, tfadli. معك إيمان من قسنطينة. مرحبا بك إيمان وبكل ناس قسنطينة. بك عايش. تفضلي. عندي سؤال. نعم يتسمع فيك سيدة خديجة ويتسمع فيك أيضا شيف سامية تفضلي. أنا نحب لاباتيسري بزاف نحب لاباتيسري نحب ندير دروسات ديما ندخل فيهم لي كولورون ندخل فيهم لي سيرو دو غلوكوز لي زاروم. مي ديما يجيني تساؤل اسكو هاد الحوايج مفيدين ما يسببوش دي مالادي ديما عندي هاد التساؤل يعني الا كان تقدري تجاوبيني يعني وعندك سؤال اخر سيدتي
لا عندي غير هذا، لكن يعني نقدر نعرف الإجابة. شكرا لك. قادم معنا دوك جاوبك سيده خديجه. اذا تفضلي سيدتي سمعتي السؤال. نعم باش نعاودو برك المشاهدين سؤال تاعها، قالت لك كوم سي اون اماتريس دو باتيسري، مولفه دائما دير دي باتيسري، قالت لك نستعمل دي زاروم يعني توجور تزيد لي زاديتيف. فوالا قالت لك سورتو نو سورتو لا سورتو لا تو سكي سكري، قالت لك سيرو دو غلوكوز فركتوز اي لي لي زاروم. الوغ وي ils sont un peu, oui, ils sont néfastes, ils sont connus, surtout les arômes. Le plus connu, c'est l'arôme de caramel, Marouf, c'est le E151. Il est très dangereux. Il est très dangereux pour l'alimentation parce que les recherches sont très dangereux. Il prouve que vraiment il est dangereux, mais il est toujours il y a certaines recherches qui ne sont pas, c'est vrai qu'ils ne sont pas confirmés par l'Organisation mondiale de la santé, mais on dit que c'est ils sont dangereux, surtout celui de du caramel. Alors il y a l'arôme de caramel, il y a les bonbons, les jus aromatisés, les vinaigre de balsamique. يعني قال حاجه البنينه الحاجه البنينه لا صوصوجا ثاني وي تمن الحاجه كيما قلتي حاجه البنينه باسكو كاراميل لو غو لا روم كاراميل. عندنا ثاني سان لو كولورون 161 سي ديوكسيد دو تيتان ثاني il est vraiment très dangereux. بون بور لو سيرو قالت لك اسكو زعما عندهم ضرر للصحه وكامل. حاجه باينه دوك انتي ماشي لا فوت تاع لو باتيسي، دوك لا فوت تاع المستهلك اللي ياكل دي ان غاتو كي بوري دو سيرو دو سكري دو سكر اكسيتيرا. سي نورمال راح يسبب له راح يسبب له مشاكل في الصحه ديالو، دي بروبليم دو سونتي سورتو لما يكثر منهم فوالا. سورتو حنايا شغل الحاجه اللي تعجبك بزاف تقعدي غير تاكلي فيها، دونك سي سا لو بروبليم. Et ce qui va causer justement, bien sûr, l'élévation de la glycémie, ce qui va provoquer le diabète. Le diabète est lié à l'obésité ou l'obésité est liée à le diabète. Tout est lié. Il y a une complication. Tout est lié parce qu'on va avoir tous les leucotanites, ou parce que vous les réserves de sucre, on va تروح ان بروبليم او نيفو دو بانكريا باسكو هو اللي يعطينا الانسولين اللي راح ينظم نسبه السكر في الدم. تما توت لي دون لورغانيزم، جهه وحده تنصب كلشي تنصب باسكو توت لي، هذا عنده علاقه مع هذا. شكرا لك سيده خديجه. حنا نشوفوا شيف ساميه واش راهي تخدم. دونك لاب تاع مقروط اللوز مور ما شدت روحها، حليتها وباش ما تلصقلكمش بيان سور افيك ورق تاع الشمع، ومن بعد سطحتها مليح ودرت بلون بورت بيس وانتم الشكل اللي حبيتوه. انا حبيت نعاودو كيما يعني درته في المسابقه. مي انتم كل واحد والشكل اللي يحب، واحد يدير مستطيل ولا يعني فقط الفكره. واحد ياخذ الفكره. ومن بعد دوكا راح نزيدو كامل نوري لكم الكريمات اللي استعملتهم. كاينه كريمه بالتمر وكريمه واحده اخرى بالافوكا، يعني باش نعطي اللون، وفي نفس الوقت هذاك الافوكا يعني منتوج محلي ماشي تاع ليكسبورتاسيون، يعني منتوج بلادي مزروع هنايا. نشكر اللي عطاوه لي. حتى المذاق ديالو يعني تقولي خرج بنين، هذا ماشي زعما ماشي نابت في الكليما ديالو، تقولي مخصوص المذاق فينالمون نو، يعني اللون ديالو شباب والمذاق ديالو ثاني. بلادنا وي يعني بلاد زرع، بلاد الخضره والفواكه، وعندنا كذا لا ميتي جابرك فيها نلقاو بليزيوغ. والمناخ دوكا مع الماء دوكا المناخ نقدروا نتحكموا فيه، كاين الطرق اللي نقدروا نستعملوهم كيما البويو البلاستيكيه اكسيتيرا. اون بو ايتيليزي فام بروفيتي دو سيت تكنيك بور باش ننتجو وتحبينا. فوالا اكزاكتومون. حتى البرتقال اللي استعملته في الطبق ديالي ديته من هنايا من الجزائر، وغوزمون ديته على خاطر لحقت تما لقيت صح برتقال كبير الاخر، مي حتى ريحه سي لو بلو بون، يعني سي ديفيرون ديالها ماشي كامل نفس الشيء. قلت مزيان جبتها مزيان ديته معاك. الفليو ثاني اللي درت به الرشته ديته من الجزائر، قلت بالك نلقى تما فينالمون ما عندهمش ميم با الفليو، ما يعرفوهش ميم با. دونك كانت خصوصيات بلادنا صح فيها كامل كلشي فيما يخص غنيه بلادنا. كاش نهار نديروا عدد واحد اخر
طيبين الرشطه اللي درتي فيها اللي درتيها في المسابقه ان شاء الله حصه ديالها ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحه شيف سامية. اذا سيده خديجه نديرو بوتيت بارونتيز نتكلموا على لي زانغريديون اللي خيرتهم شيف سامية في المقروط ديالها. ايتي انتيليجونت خيرت كونك انت يعني مختصه في الحميه ايضا. ما نتكلموش معك غير على المضافات الغذائيه، نتكلموا معك ايضا على الحميه، كيفاش يعني انت تنصحي لي باسيون ديالك اللي يجوا عندك اللي يحبوا يشيانوا وبلاك يحبوا يسمانوا، يعني واش رايك في لي زانغريديون تاع شيف سامية؟ لي زانغريديون تاعها على حسب شاني نشوف، راني نشوف تمر طبيعي، اللوز، العسل الطبيعي كما قالت لي مقبل، عسل طبيعي، لورانج، لو سيترون، ما كاش هنا يعني منتوج مدير بالصحه ديالنا، تما قولوا هذا المقروط سي فريمون الي سي مقروط ديت. جست بوغ اون انيكدوت، كي بديت نخرج كامل لي زانغغيديون ديالي ولا المكونات وحتى يعني الاواني اللي ديتهم معايا هما بداو يخرجوا واحد لي زانغغيديون واحد يعني المكونات جامي في حياتي شفتهم، دي بودغ باسكو سا فاسيليت من اديتيف سي تادا سا فاسيليت تربحي دقيقه اون بودغ تزيدي لها الاخر حبوا يربحوا بالسيفاشتي يعني لاكولور تاعهم يعني سي سيغ خرجت اون كولور ارتيفيسيال شابه بالك على لاكولور ديالي، بصح انا الطبق ديالي كان 100% ناتورال اخضر يعني يعني فريمون طبيعي، قلت اسكو حيقدر يربح، انا بالنسبه لي رابح رابح انه ما حش يضر بالصحه، مي هكذاك بدون مضافات بدون ملونات بدون حتى حاجه وهكذاك وربح دونك يعطيك صحه هكذاك عشان المشاهد باللي اكل صحي ما يضرش يعني على كل المجالات. ايضا جو سوي سيغ كو المشاهدين كاين بزاف اللي يتبعوا البرامج تاعنا على الو صحتي على جال دكاتره بيان سيغ اللي يجوا معنا وايضا على جال شيف سامية وشيف منوال اللي نوجهوا لها تحيه على لي غوسات الحلوين اللي ديروهم. يعطيك الصحه شيف سامية. اذا سيده خديجه نكملوا معك مع لي زانغريديون قبل ما نخرجوا فاصل ونعاودوا نتلاقاو في المرحله الثانيه. اذا تفضلي. الوغ كيما قلنا التمر طبيعي، لورانج ريش ان فيتامين سي، لو سيترون اوسي. يعني tout est bénéfique واش خيرت؟ tout est bénéfique tout est bénéfique franchement même شفتها مقبل قالت لك نقصت كميه السكر et c'est une bonne réflexion elle a bien fait قالت لك نقص السكر باسكو ان فيت السكر كاين للداخل دونك عندها تخمامها في محله. اذا شكرا لك سيده خديجه وشكرا لكم مشاهدينا، قعدوا معنا ما تروحوش بعيد، نخرجوا فاصل ونتلاقاو في المرحله الثانيه من برنامجكم الو صحتي. مشاهدينا الكرام رانا عاودنا رجعنا لكم في المرحلة الثانية من برنامجكم ألو صحتي اللي دائما يطلع لكم على قناة سميرة تيفي. إذا هذا وين التحقتوا بنا مشاهدينا نذكركم بأنه رانا اليوم نحكيو على المضافات الغذائية لي زاتيتيفز اليمونتيغ مع السيدة خديجة حاكم وأيضا رانا اليوم مع لا شامبيون ديالنا البطلة شيف سامية. وعلاش بطلة؟ لأنها شاركت في مسابقة عالمية للدونك تيرفيا وهكذا اسمها للطبخ للطبخ فوالا للطبخ باردون دونك فوالا وربحت ميداليتين فضيتين. اذا نعاودوا نحكوا شويه على ليكسبيريونس هذه التجربه ديالك سامية، وكاين بزاف اللي ما على بالهمش يعني يحبوا يعرفوا كيفاش يعني عاشت شاف في الكواليس، كيفاش راحت، كيفاش شاركت، كيفاش سمعت بالمسابقه، احكي لنا كاع هذا الشيء. دونك المشاركه ديالي كانت كيما ربحت الجائزه الاولى تاع الطبق التقليدي معجنات في تونس la compétition هذيك يعني كان لو بري اللي ربحته سي دتر سبونسوريزي المشاركه في تركيا ولكن لصنف المحترفين على خاطر يعني نعاود نذكر دائما باللي جو سوي بيولوجيست دو فورماسيون دونك يعني هذه المسابقه يعني قالوا لي تشاركي فيها اون فا سبونسوريزي سي تادير المشاركه ديالك. خفت ان سيغتان مومون على خاطر على بالي محترفين يعني كنتي محترفه يعني في بلدان واحد اخرين كامل يعني سي كانت شويه واعره انك تروحي وحدك تشاركي في مهرجان كبير يعني محترفين بزاف كبار مومبر دو جوري من كامل البلدان يعني حوالي 150 عضو لجنه التحكيم يعني تلاميذ كاين دي زيبروف تاع المدارس كاين دي زيبروف في الكيك ديزاين كاين دي زيبروف كلش كلش كاين حتى دي زيبروف تاع ان بلا تشوفيه باللي سي ان بلا ينتكل الوغ كو هو نو سي جوست ان بريزونطاسيون برك سي جوست ان بريزونطاسيون دونك كانت تجربه بزاف مليحه وميم طو تعلمت شحال من حاجه يعني كانت تبقى يعني ان اكسبيريونس تعلمت فيها بزاف حوايج دونك كما يخص هذا الشيء كانت المشاركه ديالي يعني كيفاش كانت لوغانيزاسيون كيفاش دونك لوغانيزاسيون
بريزونطاسيون كانت يعني يعني مليحه بين ما يخص يعني كانت بزاف لي كاتيجوري دونك كل يوم ازيد من 1000 يعني مشارك كل يوم يعني كانوا بزاف الغاشي يعني ما عندهمش مي بال يعني شغل هذيك تاع حنا ان كونكور على بالك باللي شغل حتبداي في هذا الوقت حتكملي في هذا الوقت لازم انت دائما تكوني تقعدي تعسي تسمعي وقتاش يعيطوا لا كومبيتيسيون ديالك وكانوا بزاف يهضروا باللغه التركيه دونك كانت شويه يعني صعوبه دايو حتى لو بلا لي درتو رشته تاع رشته سميتو رشته فليوس يعني بوغ اتيغي لاتونسيون ديالهم كونكو سي تا موتور كالو هو ماشي كامل موتور دونك يعني دائما لازم تقعد هذاك لو ستريس تسمع وقتاش راح تبدا وقتاش راح تكمل كاين ميم دي كانديدا يعني بدات لا كومبيتيسيون ما على بالهمش بلي لازم يبداو كاين اللي صراو لهم كواليس بزاف تاع لو فورما مشى لهمش كل واحد يعني كاين اللي تحرقت له كاين اللي تحرقت له كاين اللي طاحت له كاين اللي نسى حاجه كاين اللي تكسر هذوك بيان سور اليميني وي كاين اللي ميم غلط في اللي حط لاسيت ديالو في هذه الطاوله غلط حطها في نيميرو واحد اخر الى ايتي سانكسيوني سي تدا يعني بزاف صارمه يعني المسابقه يعني ولجنه الحكم ديالهم ثاني يعني حاجه ثاني اللي عشتها لتما انه يعني القناه يعني دعمتني انه يعني كان دات اي بوبليكاسيون تاع الشافة حتشارك في المسابقه يعني التعليقات اللي كانوا داروهم يعني عجبوني بزاف يعني شجعوني سورتو كي تكوني اوفياء وفي نفس الوقت يعني جزائريين كيما انتيا كي في بلادي وغير انتيا لا حتمثلي البلد ديالك كنت الجزائريه الوحيده الجزائريه الوحيده اللي تما جوستوم بوغ راكونتي بتيت انيكدوت سي تادير البلا تاع الرشته كانت المره الاولى اللي حنديرو مع على باليش كامل كيفاش حنبدا يعني الافكار كانوا جاوني في الفيستيفال كامل المهرجان كانوا يديروا غير لا ميوزيك تورك غير لا ميوزيك تورك فهذيك الدقيقه داروا سعد ماسي ما باش اسكو غلطوا في السيدي ولا جو سي با كومون شغل حسيتي بوفي دينيرجي حاجه تاع الجزائر فكرتني في الجزائر فكرت الانسبيراسيون حسيت الجزائر كاع راهي معايا وسيتي لا بروميير اسيت اللي خرجتها تاع الطبق تاع الرشته اي دات الميداليه فضيه دونك كيفاش كان شعورك لما نتقب باسمك يا شاف ساميه لما جبتي الميداليتين كيفاش احكي لنا هذاك لو مومون كيفاش عشتيه لو مومون سي كو ميم يعني النتائج كي كانوا يمدوهم لا بلي با كانوا يمدوهم بالتركيه يعني لازم تسمعي وتسمعي الاسم ديالك والاسم ديالي يعني شويه صعيب ايغر غازيز دونك يعني باش نعقلوا في الاسامي التركيه واليابانيه كان شويه واحد دونك تو تو اتونتيف مع لو ستريس هذاك كي سمعت ساميه ايغر غازيز سيتي لا جوا لا جوا الجزائر كلش كلش الحمد لله يعني شرفت الالوان الرايه الجزائريه يعطيك الصحه شي ساميه ودوكاتيك نعاودو نشوفو معاك هاد لي زانكريديون اللي بقاو اللي حتحطيهم في المقروط ديالك سي سا سي سا دونك كريم حندير دو كريم يعني ايسونسيلمون هذه هي يعني الكريمه اللي حنديرها متكونه من كريمه طازجه مع هذه بودره تاع التمر اليابس هذاك القرباع مرحي يعني في عوض ما نستعمل كريمه كريم شانتيي ولا نزيد سكر ولا الاخر يعني ذوق يعني الحلو درتو بالتمر وفي نفس الوقت هذه يجي شويه صعيب باش نستعملو في الكريمه شويه تاع دبس تاع تمر حنا نقولوا له الروب يعني اكزيست يعني حتى يعني كومي سبيسياليتي الجيريان انه نخدموا الروب تاع التمر دونك هادو هما وشويه تاع القارص باش نقص شويه الحلاوه هذيك وتطلع لي الكريمه الطازجه حبيتيها حنا نخلوك توجدي لا كريم ديالك يا شيف ساميه ونذكر ايضا انه البرنامج مازال متواصل للمشاهدين حبيتوا تطرحوا الاسئله ديالكم على السيده خديجة حاكم وأيضا على شيف سامية فوزات لي بيانفوني مرحبا بكم في أي وقت وأيضا سيدة خديجة حاكم عندك صفحة أيضا في فيسبوك صفحة فيسبوك نعم وش تقترحي فيها يعني ألوغ صفحة الفيسبوك طبعا واسمها هكذا باش نعرفو نوتري سانتي انفو باي خديجة واش تقترحي فيها هادي نقترح فيها شاك 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 سومان ندير اون فيديو فيها فيديو ولا ديريكتومون اون بوبليكاسيون نقترح ان سوجي ان سوجي باغ اكزومبل الخضر المورقه ولا لي كروسيفير ونقول شنو هما الفوائد تاعهم وين نلقاوهم وكيفاش لازم ناكلوهم اكسيتيرا دونك نهضر على فوائد تاع لاليمونطاسيون دون مانيير جينيرال و بارفوا دي ريجيم هي كل ما يتخلص يعني tout ce qui est en relation voilà tout ce qui est en كل relation كل ما عنده علاقه كل ما عنده علاقه très bien كل ما عنده علاقه مع la nutrition et la diététique voilà سيده خديجه حكم لو انه جا عندك ان باسيون سمين بزاف ولا تكون هي سمينه بزاف حبت تشي يعني واش تقترحي عليها كيفاش تبع الريجيم ديالها هي انا لي باسيون زعما لي ديو هكذا زعما كيما قلتي اوبيز يقول لك انا جيت حبيت نشيان اعطيني ريجيم
انا اللي جيت ما نمدوش هكذاك برك نقول تاع الريجيم تاعك راح يكون صباح تال حبات تفاح العشيه ما تاكلش ما تاكلش فرماج ما تاكلش هذيك ما تاكلش هذيك ما تاكلش هذيك سيفو باسكو اون فيت الدات تاعو ماشي هو الدات تاعو والفت والفت تاكل ان ساندويتش بوري دو فياند دو 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 ماتيير غراس مايونيز ماشان اكسيتيرا دونك ما تقدريش دو جور اون لاندومان تقول اه حبسها ما تجيش تاكلها دونك نبداو تدريجيا دابور لو ريجيم اليمونتير ما تقدرش ديرو حتى وين دير معاه ان انتروتيان تهضر معاه لو باسيون واش راه ياكل واش راه ياكل كيفاش راه ياكل وشنو هي ليجيان دو في ديالو وشنو هو لانفيرونمون تاعو خدمتو اسكو يروح ابي يروح اون فواتور اسكو يعيا في خدمتو اسكو واقف اسكو قاعد سي تري امبورطون هاد لي ديتاي كاع اي سون تري تري امبورطون pour faire enfin un régime. Après le régime, Zido un entretien, il y a normalement c'est un psychologue qui fait un entretien, enfin dans la diététique, théoriquement, c'est, normalement c'est un psychologue qui doit discuter, bien discuter avec le patient. Et enfin, Nkadelo, tu te fais mal le patient, Trollo, bon. هاد لو برودوي اللي تاكل فيه ماشي مليح هاد لابيتود ماشي مليحه هاد العاده ماشي مليحه لازم تنقصها وهذه لازم هكذا دي ماشي توري له راهم لي ديفو وراهم حاجات المليح وراهم حاجات ماشي مليح اي هادوك اللي زعما حاجات ماشي مليح ما تقدرش تنحيهم له ضربه واحده تنقص باغ اكزومبل الا مولف صباح ياكل نص خبزه ما تقولوش دو جور لوندوما ما تزيدش تاكل خبز ولا ياكل دو كرواسون صباح تدريجيا لازم ينقص تدريجيا هكذا باش الدات تاعو ثاني توالف الدات تاعو توالف ويولي وحده يقول لك ما نقدرش بزاف ما نقدرش ناكل انا ان كرواسون كومبلي لازم ناكل نص برك فوالا بهذه الطريقه راح يشان باسكو سي فري لي ريجيم دراكونيان يعطيو نتيجه سريعه rapidement il chine quoi ah chine très bien dans deux mois chine j'ai perdu 20 kilos c'est très bien taille les coûts etc mais attention après il va avoir des problèmes de santé l'anémie ou est-ce que c'est la masse graisseuse les rachettes mais c'est la masse musculaire et qu'on a une fatigue permanente l'anxiété manque de sommeil etc donc Exactement. Mais je cherche le corps tarou et en plus, moi j'ai les deux mois, rahi aoudi semaine, ça c'est certain. Parce que voilà, je can idir un régime draconien. Harma rohou min hajat bzaf. Le corps tarou ma tqedrch ma tmed le walo. Lazm le des protéines, lazm le des glucides ou lazm le des lipides. Lazm le sucriyat, lazm le dhoun ou lazm le protéinat. Ou chno, il faut savoir choisir la quantité et la qualité et le temps c'est-à-dire ne pas sauter les repas n'htarmouhom les repas takli fi waqtek la quantité qu'il faut et la qualité qu'il faut on est bien en bonne santé on va pas on risque pas d'avoir des problèmes de santé ou sayda khadija lama l'insan c'est bon il a réussi dar le régime tao dar le himya tao tbaha ou nqass le wazn li kan habi nqsou ou douk c'est bon rahou par exemple haq 60 kilo ou 70 kilo kifach ydir pour maintenir hadak le ça dépend d'abord le poids dialo zama nqoulou haq il a réussi c'est bon chef ma tabib dialo et tout maintenant bach ma ykhsrch bach ma yaoudch yisman yaoud yoli kima kan wach tnsahih enno ytba le هو ديجا باش خسر كاع هذوك لي كيلو صافي دير راهو الى كوريجي سي زابيتود اليمونتير خلاص والف ولاو لي زابيتود تاعو ملاح يعرف ياكل يعرف يخير لي زاليمون تاعو كيروح يشري ان شوز بور غرينيوتي ما يروحش يشري دي دو شوكولا ولا لي اروماتيزي ولا دو ياغورت اروماتيزي يروح يشري دي زافون دي نوا اكسيتيرا يولي يعرف ياكل في لو غوتي باغ اكزومبل ياخذ اون بانان ياخذ ان فروي دونك خلاص لي زابيتو تاعو تحسنوا دوكو ميم لو ميم ابري لو ريجيم هذا الى دار ريجيم تاعو مليح سي با ان ريجيم دراكونيا لو سا في تقعد هكذاك ستابل ويولي دو بلوز اون بلوس يولي يحوس يولي كوريو يولي يحوس هذاك مليح هذاك ماشي مليح يسقسي يولي تكون عنده لا كولتور تاع ماشي كامل الماكله مليحه للصحه دوكو
يقعد كيما راهو بتاتر يزيد ينقص في الوزن وتولي عنده صحه خير مليح يفا ايفيتي لو ريسك دافوار دي مالادي كوم لو ديابيت ليبرتونسيون لي هادوما لي ديونا تري رابيدمون من الماكله وشنو هي الرياضه اللي تنصحي بها سيده خديجه رياضه يعني واحد مريض ولا حتى واحد ماشي مريض الحمد لله اون بون سونتي واش من رياضه تنصحي ابار لا مارش لا ناتاسيون واش ثاني كاين بزاف اللي يقول لك لا مارش لا ناتاسيون سي سكي ريفيان لو بلوس وي هي مليحه تمشي باش نقولوا هي لازم تمشي وتشرب الماء بزاف وتشرب الماء بزاف سيغ باسكو كي تمشي راح تحرقي راح تخسري الماء ديالك دونك يفو سو ريهيدراتي لو كور اي لو سبور اللي نصحوه هي ماشي كامل الفئات لازم لهم لو ميم سبور كاين لي جون فان اون سيرتان ترونش داج عندهم ان سبور اللي يقدروا يتحملوه دوكا انا شفنا باللي سا دوفيان اون توندونس كامل لي ترونش داج ولاو يروحوا يديروا سبور تلقايهم بين 14 حتى 20 طون راهم يروحوا يديروا سبور بين 28 طون حتى 30 طون راهم يديروا سبور بصح بيان سور ميم لي سبيسياليست تاع لي سبور تاع لو سبور باردون ما يخليهمش يديروا لو ميم سبور كو لي جون باسكو كل فئه Malheureusement, chaque tranche d'âge a une discipline moyenne. Exactement, parce qu'il y a de la force, l'idée de. Quand on limite le poids, avec l'âge, il y a certaines choses qu'on peut pas faire. Voilà, ma grande chaîne d'élohim. Hadi là. شكرا لك السيدة دونك خديجة حاكم واش راكي ديري شيف انا شمه في الريحه ندور ديريكتومون دونك هادي سي دي تويل هادو هما لي درتهم دي تويل باش يكون شويه كوتي كروستيون في الديسير ديالي وخدمتهم بزيت زيتون توجور باش نتذكر منتوج يعني محلي جزائري يعني الوصفه فيها حوالي 100 غرام تاع الماء 62 غرام تاع زيت زيتون ولا اي زيت واحد اخرى انا درت زيت زيتون مع 13 غرام من الفارينون يعني سي تا فينومين سيونتيفيك كي ديرها في حاجه سخونه الزيت والماء اي سو سي باس كل واحد يروح من جهه تقعد غير لا فاغي اي سا فورم هاد لا تويل يعني شغل حد زيت شكل و ان فوليوم في لاسيات استعملت لا بيولوجيست اللي فيها لا فورماسيون ديالك اللي درتيها ولا كريم لا كريم سميه لا كريم سي يعني كريمه طازجه مع بودره تاع التمر اللي قلت لك يابس قليل من قطرات من عصير تاع الليمون وحنطلعها كوم كريم شونتيي وزدت لها الرب تاع التمر ما داك طلعيهم بالباتر حنطلعهم بالباتر لا دوزيام كريم كنا ديجا درناها من قبل نهار درنا لو تشيز كيك تاع لافوكا لي تاع التشيسكي مع سيتي مع بروفيسور نيبوش كنا تطرقنا معاه على امراض القلب نوجه له تحيه نوجه له تحيه ومام طوكي عاود شفت الحصه هذيك نشفه كي كان يدوى قال لك ذوق رفيع شغل تما سما انسبيري قلت هذه لازم ندخلها بيسكي التمر دونك تما جاتني الفكره تاع لاسوسياسيون دونك لا دوزيام كريم كنا درنا فيها لافوكا مع قطره تاع عصير تاع الليمون مع قليل من العسل ثاني نطلعوها كومينو كريم هذيك هي لا دوزيام كريم دونك كاين لا تويل كاين هذوك اللي درتهم قبيل سوبريم دورانج لي رقدتهم في مزهر مع القرفه كاين لو كونفي تاع لو زيست تاع التشينا لحتى نزين به من الفوق انا واش ثاني كنت درت الوردات تاع لي بيتال دوغوز تاع اللوز شجره تاع اللوز نحيت لي بيتال زدت لهم شويه بيض تاع البيض مع شويه سكر يعني مبلور صاف في دي بيتال مي دوكا خلاص يعني جاز الوقت ديالهم طاح كامل الشجر جبت ازهار واحده اخرى تاع المشمش يعني حنعوضهم بها يعطيك صحه شيف سميه عندنا مكالمه اخرى الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكون معنا تفضلي معك امينه من تلسه مرحبا بك سيده امينه تفضلي وسؤالك للسيده يسمع فيك حبيت نسقسي على لا كريم كيفضل تاع ديال الكيك تفضل كريم باتيير كريم شانتيي كريم زبده كيفاش تطبي بها والمده تاع الاحتفاظ داكو عندك سؤال اخر نعم عندي سؤال على محسن الخبز اسكو عنده اثار جانبيه على الانسان ولا لا كي تاكلوا يعني الخبز محسن الخبز محسن الخبز تعملوا انا بالخبز
اذا الاسئله تروح لشيف ديالنا شيف سامية. اذا سؤالين من امينه اللي عيطت نمت بزاف، قالت لك كيفاش نقدر نحتفظ على لي كريم اللي ديرهم في الدار باغ اكزومبل كريم شانتي ولا كريم او بور. وسؤالها ثاني كان بارابور للمحسن الخبز، قالت لك هل هو مضر بالصحه؟ تفضلي شيف. دونك فيما يخص يعني الكريمات، يعني غالب تاع الكريمات يفضل انه كي نحضروهم في المنزل يعني نحضروا الكميات اللي حنا نسحقوهم، يعني ماشي مبدا انه نحضر بزاف باش نخبيهم ومن بعد، باسكو كاين يعني طريقه تاع الحفظ ديالهم. اما كي يكونوا حضرناهم يعني تختلف على حسب المكونات ديالها. كاين يعني دي كريم اللي فيهم البيض ماشي طايب، هادو يعني ماكسيموم حيستهل لازم نستهلكوهم في هذاك النهار، سي سني با يعني شغل مستحسن ما نستعملوهمش كامل. كاين كريمات اللي مستعملوا فيهم يعني الحليب، كيما لا كريم شانتيي طلعوها بالحليب، دونك يعني مده الاحتفاظ ديالها تقدر يعني من يوم الى يومين في الثلاجه. يعني المجمد لا ينصح به يعني على خاطر تخلطنا يعني مكونين راح نزيدو نعاودو نجمدوهم. اما فيما يخص يعني كريمه تاع الزبده، يعني كاين كريمه تاع الزبده وين يديروها افيك ان سيغو يكون طايب، صدق السكر هذاك يكون طايب ويزيدوه مع الزبده وما يستعملوش فيها البيض، يعني نقدروا نحتفظوا بها حتى مده اسبوع. اما يعني كي يكون فيها يعني بياض تاع البيض ولا كاين اللي فيهم ان جون دوف، يعني فوميو با كامل يعني تحتفظوا بهم. ومهمنا يعني نوجه ثاني نوتخ غير بونس ولا جواب واحد اخر فيما يخص يعني الكيكات اللي نشريوهم حنايا، يعني هما سي ديجي يكونوا موجودين من قبل، دونك يعني حنا كي نشريوهم يعني الماكسيموم يعني نستهلكوهم هذاك النهار ولا في اليوم الموالي، خصوصا يعني كاين كريمات ولا يعني ما حاش يطولوا وفواكه يزينوا بهم يعني فوق يعني الكريمات يعني الكيكات هادو كيكون
مشاهدينا أوفياء نرى لحقنا لا ترويزيام ديرنييغ بارتي من برنامج اليوم الو صحتي دائما على قناة سميرة تي في ولا ترويزيام بارتي دائما نتلاقاو فيها هنا في لا تابل دو ديغوستاسيون اليوم مشاهدينا تكلمنا على المضافات الغذائية لي زاديتيف اليمونتير تكلمنا عليهم مع السيدة خديجة حاكم وأيضا كانت معنا شيف سامية إذا شيف سامية عاودي ذكرينا واش درتينا اليوم دونك اليوم درت لكم الطبق اللي فزت به في المهرجان الدولي لطبخ بتركيا اللي كان هو مقروط اللوز